السلام عليكم طلابي وحبايبي متابعيني من كل دول العالم. اليوم عندي لكم شغلة بتساعدكم بحياتكم، ودرس اليوم بدي ارتاح. لاحظت كتير انه الناس ما عم تشعر براحة، للغني مرتاح وللفقير مرتاح، ولا المتجوز مرتاح، ولا العازب مرتاح، ولا الذكي مرتاح، ولا الغبي مرتاح، وما عم شوف حدا عم يرتاح. يا ترى ليش الناس ما لها مرتاحة؟ ممكن يسألني واحد سؤال: انت مرتاح بحياتك؟ بقلن ايه، أنا مرتاح بحياتي. ويحكون يعني صادق معكم، ممكن الفترات اللي مضت اللي سفرتي من بلد لبلد لعادت استقريت أخذت معي وقت ما كنت مرتاح فيها مظبوط، ولكن رجعت نظمت حالي وبلشت بحالة الراحة، ولأني بعرف كيف خلي حالي مرتاح بالوقت اللي كنت قبل منه، وكان في عندي استقرار وما كان في مشاكل ببلدي، كنت مرتاح. وكنت أقول له مو بس أنا مرتاح، مرتاح وأنا مبسوط وسعيد وأنا أسعد من الملوك وأبسط ومبسوط أكثر من أي إنسان في العالم، لأن ما في حدا بهالكون مبسوط وسعيد من تحكايتي. بعد منه وصلت مشاكل ببلدي وطريت سافر وأنقل شغلي، إيه تعبت، بعدين رجعت كل ما لي هلا. هلا ما بدي اقول اني عم ارتاح مثل الاول، بس كل يوم عم اقدر حقي، لاني انا بعرف شغله بخلي حالي ارتاح، هي اللي بخلي حالي مرتاح ومبسوط. انا بدي اعلمكم اياها لاقدر اغيركم حياتكم. اول شغله بدك تعرف قصه انه نحن في عنا حجم مشاكل كبيره بالحياه وعنا متطلبات. بدك تعرف انت شو هي مشاكلك، شو هي متطلباتك، وتبلش تقسمها. يعني مثال، اذا انا احطيكم على شغله بسيطه، لحضركم مثلا على حالي بشغلات وانتو هي. مثلا اذا كنت انا تعبان من اللغه، ففي عندي انا 3 كتب بدي ادرسهم واحفظهم، 3 كتب إذا كل كتاب لك قسم معناتها 6 كتب. إذا أنا بدي أقول عندي 6 كتب هدول لقدر أشتغل فيهم وأدرسهم، يا الله دي بدي ياخدوا معي 1.5 سنة، بدي ياخدوا معي 2 سنين، بدي ياخدوا معي 1 سنة كذا، هذا بدي يجعلي رأسي. أنا بقسمهم أنه أنا عندي بفكر فقط بالقسم الأول، أني أنا هدول 3 كل واحد بيطلع التاني يعني 6 كتب، بدي خلص انا اول كتاب، وفكر غير اني انا بدي خلص اول كتاب وتمكن باقي الـ5 بنساهم، لخلص اول واحد بقول انا بدي التاني التالت، وبمسك اول واحد بشتغل فيه انه بس عندي هذا بدي اتقنه، 2 3 شهور بتقنه وبس. بعد ما بخلص وبكافئ حالي بنتقل اللي بعده، وهلما جرى هيك مبعود بحط على حالي ضغط، وكل ما بخلص مرحلة بحس براحة من دون ما أفكر. ما الواحد واللي بيجي بيسألني الواحد ما بقول له قديش أنا باقي لي، بقول له أنا قديش خلصت. الحكي هذا نفسه أنت شو وده بيكون عندك شغل كتير، لا تقول أنا عندي الشغل كتير كله ما عندي الدراسة كلها. مثلا أنت عم تدرس بالجامعة، لا تقول أنا بدي 4 سنين وبدي اختصاص. انت شو فكر، عندي السنة هي الاولى هلأ ما عندي غيرها، تخلص السنة عندي السنة اللي بعدها، عندي السنة اللي بعدها. لا تفكر غير اللي شو بسنتك، لا تضغط اللاوعي تبعك. دائما عندنا شغل بحياتنا وشغلات كتير، بس وده بيكون نحنا ما منحط له شغلات كبيرة. اذا بدي اقول انا والله عندي لغة وعندي شركتي وعندي بدي أنا أفتح تجارة، بدي أفتح كمان شغل بالأكاديمية، وعندي القناة، وعندي 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 وعندي
واذا بدي افكر فيهم كلهم بده يغمى علي. بس اذا اخذت شوي هدول الشغلات اللي عندي، عندي بس الكتاب هاد من لغة شغلته شهرين بسيطة، وعندي هدول الكم دروس، وعندي درس يومي هيك، وهدول هيك والله ما قدرت، هدول عم اتسلى فيهم طلب النهار خلصتهم، ورابع عليك عندي اللي بعد منهم ولا بشعر فيهم. بس اذا بدي افكر انه عندي حجم كبير من القصص، وبتلاقي كل مالك عم تنجز. اذا بدي افكر والله في شخص خلص موضوع اللغة قبل مني بكتير، طيب انا خلصت، هو خلص موضوع اللغة بسرعة بس هو ما عم يشتغل، انا عم اشتغل، هو بياخذ مساعدات انا ما عم اخذ مساعدات، فانا مأنجز اكثر منه، بس انا مالي فاضي للغة مثل ما هو فاضي. وبالعكس انا عم اشتغل ابيض بجوز غيري عم يشتغل اسود، يعني انت كمان بتكون انت عم تعمل شغلات أكتر. طبعا أبيض وأسود هي أنتوا بجوز ما تعرفوا اللي أنتوا ما كنتوا عايشين بأوروبا، يعني أبيض يعني بتشتغل وبتدفع ضريبة ولك تقاعدية وتأمين صحي وكل شيء، أسود يعني بتشتغل أنت مخالف وما بتدفع ضريبة، وإذا مسكوك أنت ممكن يطردوك من أوروبا أو يعملوا لك مخالفات كبيرة أو ممكن يصير عليك مشاكل. فهذا بين الشغل الأبيض والشغل الأسود اللي بنسميه نحن هون بأوروبا. طيب معناته في كتير شغلات هون، واحد مثلا انت شو مأنجز، بيتك كبير لما بيتك صغير، بيتك قريب المدينة لما بيتك بضيعة، تمام، عندك سيارة ما عندك سيارة، هي الانجازات بالحياة بتفرق بين شخص وشخص. انت شو تعمل؟ خد الشيء اللي انت مأنجزه، هي واحدة من الشغلات اللي دائما انت شوف شوفي بايدك واستمتع فيه وانبسط فيه، وشو خود انه بدك ترفع حالك ولا تأسي على حالك. مو انه والله انت عم تدرس بالجامعة، طيب انت سنة اولى بدك تفكر هلأ بدك تخرج، لا انت فت على الجامعة سنة اولى برافو عليك، انت عملت جبت مجموع، غيرك ما فات بالجامعة، في غيرك طلع، في غيرك ما قدر ينجح بالبكالوريا، فانت برافو عليك فتت بالجامعة. اذا انت فايت صيدلية برافو عليك، مو تقولوا غيري فات طب، برافو عليك انت فت صيدلية، في غيرك رفيقك التاني ما طلع، انت هتطلع صيدلية رفيقك بجوز ما يطلع عنده محل عادي ويضل هو صنايعي. طبعا نحن بنحترم الصنايعي وكل شيء، بس كل واحد تعب، بجوز ذاك تبع الصنايعي يصير تاجر كبير او صنايعي كبير افظع حتى من الدكتور، ما له علاقة. بس احنا انت كل انسان امكانياته وذكائه بقصة مختلفة عن الاخر. فأنت أنت أهم الشغلة ما تفوت حالك بوهم أنه بدك تصير مثل فلان ومثل علتان، ولا تقول أنه والله أنا ليش ما صرت دكتور. بيل جيتس أغنى إنسان في العالم ما له مكمل دراسته، عنده آلاف الدكاترة تشتغل عنده بالمشاف مشاريعه ومشافي، آلاف الدكاترة بالكمبيوترات، وآلاف المختصين، وآلاف الدكاترة بالقانون بتمنوا يشتغلوا عند بيل جيتس، وهو أغنى شخص بالعالم وعنده بيقدر يعمل جامعات. مو معناته العلم مو كويس، بس هو ما نجح بشو؟ بالطب، ولا هو برأسه الطب. مو ضروري كل الناس يكون أطباء ليكون ناجحة، في كتير أطباء أغبياء ما بيعرفوا شيء. طبعا في أطباء نحن عباقرة ما بنقدر نحكي عنهم، في أطباء مريضين نفسيا لا مرته ولا أولاده بيطيقوا. فمو معناته أنه الطبيب، إذا أنت طبيب أو معك شهادة دكتورة أنت بني آدم، لا، ممكن تكون أنت مصلحتك بتعمل شغلة صغيرة بتعملها بحب وبتعملها بفن تعملها بمشاعر تقدر حقق فيها نتائج ما بيقدر يحققها أكبر جامعات بالعالم، أكثر ناس طلعوا درسوا وسافروا. ففيك أنت جوا كنز، فيك قوة، ممكن تكوني أنت أم قدرتي تربي ولد، الولد هاد يكون كويس يطلع أفضل من أينشتاين، وتكوني ساعتها أنت أم شخصية من أفضل الشخصيات بالعالم.
بزمانه أمي إجيت، كنا معزومين على عرس. كنت معزومة على عرس، قلت لأمي أمي اطلعي معي. قامت قالت لي وين؟ قلت لها عرس رفيقي، قومي روحي معي. قالت لي ماما ما بتعرف، ما لي معزومة أنا. قلت لها ماما مطرح ما أنا موجود فالعزيمة موجودة. قالت لي طيب أمي. قلت لها صايرة القصة بفيلا وهيك، كان الجو ربيع حلو، قومي تتسلي شوي. قامت، قام أول ما أنا نزلت أنا وأمي من السيارة، قام رقدت الناس كلياتها وبلشوا يسلموا علي وعلى أمي، وجابوا عراضة وعملوا لنا حفلة مو طبيعية، وأهلا بالأستاذ وكذا، بتعرفون الشوام. وطوموا ماشيين من أول الفيلا لآخرها هن عم يحيوني، فأمي من كتر ما حيوني، وبتعرفون هدول عاداتهم، بيقوصوا ما بيقوصوا بيحيوا، ارتعبت على مسكتني هيك وعنقتني مسكتني، قالت لي شو هذا ماما؟ ضحكت، فتت قعدوني بالصدر أنا وأمي. قام اجت أم العريس ما شاء الله من أحوالهم كويسة، قالت لي يا زينة ما ربيتي يا أم موفق، زينة الرجال وموفق، اللي جبت اللي عملتي انتي ما حدا عمله غيرك، جبتي واحد ما شاء الله عليه، تحزدك عليه كل الأمهات. أمي صارت تبكي، ليش عم تبكي ماما؟ قال أنا مالي متوقع أني أنا جايبة ولد واصل هيك عند الناس وهيك الناس بتحبه. قلت له لأنك عرفتي كيف تربي جاكي ولد هيك، فأنتي يا أم لازم تفخري، يكون إذا ما قدرتي أنت تشتغلي بشي أقل شيء يكون عندك ولد تفخري فيه ترفعي راسك فيه، مو ولد أو بنت تنزلي راسك فيهم. ممكن يكونوا بقية أولادك مو كويسين، بس عندك ولد أو بنت، ممكن تكون شاب وممكن يكون بنت، ترفعي راسك وتشوفي حالك فيهم. هذا إذا ما قدرتي تشتغلي شيء بحياتك، وإذا ما إذا ما طلع بإيدك تربي ولد بها أو بنت بهالعظمة، أقل شيء أنت عملي شيء بحياتك، عملي أي شغلة حتى لو شغلة بسيطة، ولا تهكري هم أنك تعملي 100 شغلة، ولا تهكري هم أنك يكون معك كذا لغة، ولا تهكري هم يكون معك شهادة دكتورة. لا تقدري تصلي لسعادة داخلية، لا تقدري تصلي تقولي أنا مرتاحة راضية عن شيء، كوني عاملة شغلة منيحة. مرة كون كنا قاعدين بألمانيا، قام قاعدين مع رفقاتنا، وكانوا رفقاتنا كلهم حملت شهادات وعندهم شركات وشغل، قعدنا نلعب لعبة الصراحة، كلكم يمكن بتعرفوها هي، كانوا نلعبها أولاد صغار، تمسك قنينة وبتفتلها، قابلك تقعد تلعبها معنا. فبلشوا يسألوا أسئلة، من أحد الأسئلة يسألوني إياها، أنت نضيان عن حالك؟ قلت لهم إيه. وسألك سؤال، أنت راضيان عن حالك؟ مو مهم تجاوبني، جاوب نفسك، راضيان عن حالك؟ راضيان عن حالك؟ أنا كنت إيه، وأغلب الناس كانوا عم يقولوا لا. في ناس قالوا إيه ما بعرف ذهني راضيانين عن حالهم، بس أنا زلمة راضيان عن حالي وزيادة عن اللزوم. طيب كمان من الأسئلة اللي انسألت لي، أنت راضيان عن إنجازاتك؟ لحد ما إيه، بس بحلم إنجازات أكتر لسه، هي عم جاوبكم، فهذا اللي عم يخليني مرتاح. طيب قالوا لي شو الشغلة اللي أنت ما بتقدر تقعد من بلاها ولولاها بتحط حياتك، يعني بتخسر حياتك مقابلة؟ تنن العلم والمقدرات الروحية والطاقية اللي بإيدي أنا، يا هون دول عندي، يا هون بعزة علمي أفضل من عمري، يعني إذا بيخيروني بين العلم والمقدرات الطاقية والروحية موجودة عندي. وقالوا لي خذ مليارات الأرض يروحوا منك هدول، أو عمرك بقول لهم لا يضلوا عندي هدول، هدول ما في مجال، ما بدي أعيش من بلاهون ثانية واحدة. فأنا راضيان عن حالي بوجود علمي ومقدرتي الطاقية ومقدرتي الروحية. يعني أنت شو الشيء اللي راضيان عنه بحياتك وما بتقدر تعيش من دونه؟ احنا في اشخاص بتقلي ابني اولادي، اوكي
بس ولادك كمان بيقدروا ما يعيشوا من دونك؟ أكيد الولاد هن شغلة كبيرة كتير بالحياة ومنحبها كتير، بس ما بدها تكون شماعة لنا وتلغي حياتنا. الولاد شغلة تانية، وشغلة للأشخاص اللي ما عندهم مقدرة يكونوا عندهم مقدرات يكونوا شغلة كبيرة أو يعملوا شيء بهالحياة، بحطوا بولادهم. ولازم يكونوا ولادهم ناجحين، بس بكون ابنك فاشل. تحط لي ولد فاشل أو ولد عم تدفشه مو طالع من أمره شيء، مو طالع بإيده يعمل بالمجتمع شيء، فهذا ولد عادي مثل بقية الأولاد. هو الله يسلم كل الأولاد، ما بنحكي شيء، بس هذا مو هالشغلة الكبيرة اللي بتقدر تشوف حالك فيها. عندك ولد مميز، عندك بنت مميزة، لما ولد مثل الأولاد وبنت مثل كل البنات، إذا مثل كل البنات الله يسلمه مثل البنات، بس ما في شيء مميز، ما عملت شيء أنت بحياتك، ما عملت شيء بحياتك. أعطوني التميز، طالوا التميز اللي موجود بداخلكم. إذا ما عندك مقدرة هلا تطالع التميز اللي بداخلك، تابع دروسي شوي شوي، كل يوم كل يوم لحال ما، كل يوم رح أغير فيك شغلة. ممكن بس تكتبوا لي بالتعليقات دروسي بلشت تغير فيكم شيء لما لا. إذا دروسي بلشت تغير فيكم شيء، هذا رح يشجعني إني أكمل. وإذا دروسي كل يوم يعني عم أعطيها هيدي الدروس الجديدة السلسلة الجديدة ما بلشت تغير فيكم شيء، قولوا لي بكل صراحة، خليني انسحب ورد طور حالي أكتر لأقدر أرجع لكم بشي. إذا عم أقدر فيدكم فمعناتها أنا كتير كون سعيد ولح أكمل. وحطوا شو بدكم شغلات أحكي لكم فيها، وحكولي شو بدكم وشو الأسئلة اللي بدكم إياها بشكل عام مو بشكل خاص. مو يجي واحد اللي يحكي لي على برجي أنا برجي كذا، هلأ هاد مو درس برجي، اللي أنا في المشكلة فلانية، المشكلة اللي هي العلتانية، أنا يا جا حكي لي على الأرض المدورة. لما الأرض المدورة، طبعا في منكم سمع شو يعني الأرض المدورة، الأرض كروية لما مسطحة، فشي مرة بدي أعملكم درس خاص على الأرض الكروية والمسطحة وشو وضعها. فهي قلت لكم يعني نوع من المزحة، بس ممكن نعمل درس عنها وعلى الصراع هلأ على مخطط اللي بيقولوا المؤامرة تبع سانا وما سانا وارتباطها انه الارض مسطحة وشو وضعها وكيف كانت هي القصة، كانوا في اختلاف فيها بالعصور الوسطى مع الكنيسة، وكانت هي قصة قديمة، القصة ما لها جديدة، بس هلا رجعوا حركوها. وكيف كان اتبناها المذهب السلفي لانه هي مناسبة فكره، وهي شغلات كتير بتهمكم لترفع ثقافتكم وترفع كتير أمور، ترفع مستوى التحليل عنكم والوعي عنكم. على كل الأحوال كونوا بخير، قولوا لي شو الموضوع اللي بدكم اياه الدرس الجاي مشان حتى حاكيكم فيه، وكونوا بخير حبايبي وطلابي من كل دول العالم.